أنا دكتور محمد فاروق، أنا مدرس مساعد سايكايتري في طب قصر العيني جامعة القاهرة. ده المكان اللي أنا أخدت فيه الماسترز ديجري بتاعتي. اشتغلت كمان في سنتين في كانتن ميدواي في مستشفى في إنجلترا، سايكايتري طبعا تبع في بروجرام تبع الرويال كوليدج اوف سايكايتريست. I believe إن المرض النفسي أو psychiatric disorder هو زي أي مرض، هو بيحتاج علاج pretty much علاج دوائي وبنلجأ له كتير، بس بيحتاج support برضه وبيحتاج psychotherapy. My modalities اللي أنا بحبها أو اللي أنا بشتغلها في psychotherapy حاجة اسمها dynamic psychotherapy. Dynamic psychotherapy بتعتمد على إن trying to understand the dynamic processes اللي دايما موجودة في دماغنا. أي حد دايما هيكون في دماغه فيه أفكار كتير و processes كتير دايما شغالة. الأفكار دي بتبقى related للpast, related للfuture, related للpresent, وit affects how we make our decisions, وit affects our life طول الوقت. Understanding the processes دي على مستوى unconscious بتاعي إيه اللي بيحصل فيه و how to relate the past to the present, it affects لو أنا فهمت ال process دي، ده بيقلل ال tension اللي موجود جوه مخي، فبيقلل anxiety، بيقلل depression، بيقلل هذه الأعراض الموجودة عندي. Another modality I like to use is humanistic psychotherapy. وال humanistic psychotherapy بتركز على البني آدم as a whole، مش مجرد ده مرض وبس وهعالجه. الهيومانيستك بتشوف طب ايه الكواليتيز الكويسة عند هذا الشخص، ايه الحاجات اللي يقدر يبقى فيه مساحة للجروث او الديفلوبمنت فيها، زائد طبعا العلاج الاعراض. فايت فوكسز على البيرسون نفسه، ازاي يبقى ماتيور، ازاي يقدر يكبر، ازاي يقدر يبقى ديفلوبد، وثرو الديفلوبمنت والماتيوريتي they can cope better مع الامراض والاعراض اللي عندهم. If you're happy to start or if you're willing to start this journey, I'm definitely happy to support you and guide you.